مساءكم سعيد مشاهدينا الأفاضل، أهلا بكم جميعا إلى عدد جديد من برنامج في الواجهة الذي نسلط فيه الضوء على أبرز أحداث الأسبوع على الساحتين الوطنية والدولية. في عدد اليوم تتابعون: تأكيد على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية ضمن أولويات مشروع قانون المالية المعروض هذا الأسبوع على مجلس الوزراء أمام السيد الرئيس الذي أكد أن خدمة المواطن في صلب اهتمامات الجزائر. ثبات في المواقف وفعالية في الأداء، الدبلوماسية الجزائرية تحتفي بيومها الوطني في ظل تعزيز دورها الإيجابي على الساحتين الإقليمية والدولية تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. تاريخيا الصحراء الغربية ليست مغربية بالحجج والأدلة الدامغة التي تحاصر نظام المخزن في أروقة الأمم المتحدة لتمكين الشعب الصحراوي من حقوقه المشروعة، والمغرب يواجه احتجاجات شعبية متزايدة تلف الحبل حول عنق نظام المخزن وتضعه أمام الأمر الواقع. وفي الشرق الأوسط عام من التنكيل والإبادة والتقتيل، عين على غزة وأخرى على لبنان، وفاتورة الكيان الصهيوني ثقيلة رغم توظيف كل أشكال التعنيف الهمجية والوحشية. أهلا بكم جميعا إذا مشاهدينا الأفاضل إلى هذا العدد الذي أسعد كثيرا فيه باستقبال ضيوفي الأكارم، وأرحب بداية بالدكتور مليب مجروط أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا، شكرا لكم، تحية لكم مشاهدينا الكرام الضيوف الأكارم. معنا أيضا الأستاذ عبد القادر سليماني الخبير والمحلل الاقتصادي، أهلا وسهلا، مرحبا. مساء الخير عفاف، شكرا على الاستضافة الطيبة. أهلا بك، ونرحب أيضا بالأستاذ لمين بالعمري الإعلامي والمحلل السياسي، أهلا وسهلا بك. تحية طيبة للجميع. أهلا بكم جميعا. إذن ملفات مهمة اقتصادية واجتماعية تطرق لها مجلس الوزراء هذا الأسبوع، أبرزها مشروع قانون المالية لسنة 2025، عروض تخص الوضعية الصحية بالمناطق الحدودية في الجنوب، مدى تقدم المشاريع المنجمية المهيكلة، وشروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، إضافة إلى ملفات تتعلق بالحياة اليومية للمواطن الجزائري. أبدأ معك دكتور أبو مجروط بالوقوف عند ركيزة مهمة وردت في مجلس الوزراء، تثمين من السيد الرئيس للنموذج المالي لمشروع قانون المالية 2025 الذي لا يتضمن زيادات إضافية في ضريبية تمس الحياة اليومية للجزائريين، التزام ثابت من السيد الرئيس بحماية القدرة الشرائية. أكيد، يعني في الحقيقة قانون المالية جاء مدروس بعناية كبيرة جدا، وهو في الحقيقة استجابة لقرارات رئيس الجمهورية والتعليمات التي أسداها سيد رئيس الجمهورية مجلس الوزراء، يعني بدعم الجبهة الاجتماعية ودعم المعيشة كذلك، لأنه يعني سيد الرئيس كان قد تعهد بذلك أثناء حملة انتخابية بحماية المستهلك وحماية المواطن، يعني وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وبالتالي جاء قانون المالية استجابة لهذه الوعود أو العهود التي قطع سيد رئيس الجمهورية، وبالتالي توافق مع ما قاله سيد رئيس الجمهورية، وبالتالي لم نشهد في هذا القانون أي زيادات، بالعكس كان فيه تخفيضات في الكثير من المواد، خاصة التخفيضات الجمركية على الكثير من المواد، حتى يكون فيه تسهيل وخفض من الأسعار كذلك، ودعم يعني الجبهة الاجتماعية ودعم الطبقات الهشة، يعني التي تعهد الرئيس، يعني ليست في العهدة هذه فقط، العهدة الأولى كذلك كان سيد الرئيس يعني داعم لهذه الطبقات، وشفنا يعني حاول يعني في الكثير من المرات دعم هذه الطبقات المتوسطة والطبقات الهشة، يعني في سواء في منح البطالة، سواء في زيادة الأجور، الكثير من الأمور التي تطرق لها سيد رئيس الجمهورية كذلك في حملته الانتخابية، والتي بدأت تتجسد في قانون المالية اللي شفناه ليسترعى لنا مجلس الوزراء، وبالتالي هذا القانون جاء متكاملا وجاءت فيه الكثير من الأمور الإيجابية التي تخدم الاقتصاد الوطني وتخدم كذلك المستهلك، تخدم المواطن الجزائري بصفة عامة. أستاذ سليمان، العنوان البارز في قانون المالية سنة 2025 الذي تم خضع مجلس الوزراء هو أن المواطن دائما هو أساس الجمهورية. شفنا أنه كان هناك تحفيز للتنمية الاقتصادية
والاجتماعية، وكذلك تكريس للنهج الاجتماعي للدولة الجزائرية، وكذلك كانت مقاربة هي تحسين معيشة المواطن، تحسين معيشة المواطن الجزائري عن طريق عدم فرض ضرائب جديدة، يعني تعزيز القدرة الشرائية. ما ننسوش أنه هو أول قانون مالية بعد إعادة انتخاب السيد عبد المجيد تبون لعهدة رئاسية ثانية، وكان هناك يعني برنامج انتخابي واعد خصوصا من أجل حماية القدرة الشرائية وزيادة الرواتب والمعاشات، زيادة المنح، كذلك تحفيز الاستثمار، لأنه شفنا أنه من خلال يعني كان مثلا جريدة الشعب كانت أماطت شفنا مشروع هذا القانون المالية 2025، هناك العديد من التحفيزات في مجال الاستثمار خصوصا في الاستثمار في الجنوب، نتكلم على مواصلة تخفيض الضرائب يعني على الاستثمار في 50% على الشركات والاستثمارات الموجودة في الصحراء. هنا شفنا شراكات جزائرية مع أكبر الدول، يعني شفنا شراكات مع قطر، مع إيطاليا، مع تركيا، في العديد من المجالات خصوصا الفلاحة. إذن شفنا أن القدرة الشرائية سوف تتدعم، وكذلك تحفيز الاستثمار من أجل الوصول إلى الهدف المنشود هو أكثر من 400 مليار دولار كناتج داخلي خام، يعني هذا من وعود سيد رئيس الجمهورية، وكذلك مواصلة تعزيز معدلات النمو الإيجابي. الجزائر اليوم بشهادة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي يعني أعطوا حتى تهاني للجزائر، من خلال أنه شفنا المؤشرات الاقتصاد الكلي كلها مؤشرات خضراء. نتكلم على التحكم الجيد في التضخم، شفنا التضخم اللي كان ب 9% انزل الى غايه 5%، هذا نظير السياسات الاقتصاديه. شفنا مثلا انه اليوم الدوله خفضت مثل ما تكلم الدكتور بومجود انه هناك تحفيزات جمركيه، وحنا تخفيضات في لاتيفيا وفي لاطاب على كل واردات خصوصا في المواد الغذائيه واسعه الاستهلاك. تكلم سيد رئيس الجمهوريه على ضروره حتى محاربه المضاربين في ماده التفاح، في مواد الزيوت، التشحيم. إذن كلها شفنا أنه الدولة هي بالمرصاد، وأنه الحياة المعيشة على المواطن هي خط أحمر، والدولة يعني واقفة بالمرصاد لكل من تسوي نفسه أنه يتلاعب بقوة الجزائر. نعم أستاذ لامين بالعمري، لا زيادة في الضرائب بالرغم من وجود مشاريع يعني استراتيجية ينتظر تجسيدها خاصة في قطاعات مهمة، سكن، الطاقة، والمناجم، والتشغيل. هو أعتقد أن رئيس الجمهورية ومن خلال كتلة تصريحاته سواء مع وسائل الإعلام قال بأن المحور الرئيسي لبرامجه الرئاسي هو المواطن، وبالتالي ما جاء في قانون المالية من شأنه أن يخفف العبء وخاصة تحسين القدرة الشرائية للمواطن، أو على الأقل الحفاظ عليها من خلال عدم المساس بما هو موجه للمواطن من خلال فرض رسوم وضرائب جديدة. وبالتالي أتصور أن المشاريع الكبرى ذات الصبغة الاستراتيجية تتكفل بها الدولة كما قال رئيس الجمهورية، ولكن لن يكون ذلك على حساب المواطن أو إنقاص من المستوى المعيشي للمواطن من أجل إنجاز هذه المشاريع. وبالتالي أتصور أن الدولة تحملت على عاتقها كل هذه المصاريف المتعلقة بالمشاريع الاستراتيجية من الخزينة العمومية، وذلك بعدم اللجوء إلى الضرائب لتمويل هذه المشاريع، وهذا يعكس الإرادة السياسية فيما يخص الحفاظ على المواطن، فيما يخص الحفاظ على قدرته الشرائية. وأعتقد أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 ومن أبرز النقاط التي جاءت فيه هو عدم الزيادة في أي رسوم أو ضرائب على 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 المواطنين، ومع ذلك هناك كذلك بالمقابل ذلك رفع الكثير من العلاوات والمنح للمواطنين سواء المنح العائلية أو غيرها من أجل كذلك الرفع من القدرة الشرائية للمواطن، وعدم المساس بيوميات المواطن في شأنه العام بشكل عام وباحتياجاته اليومية. على ذكرك المنح، أستاذ سليماني، من مخرجات مجلس الوزراء واستجابة للمطالب الاجتماعية ودليل آخر ربما على استماع السيد الرئيس لانشغالات المواطنين، أمر السيد الرئيس بالرفع من عدة منح، المنحة السياحية، منحة الحجاج، ومنحة الطلبة داخل وخارج الوطن. ما هي قراءتك لهذه الزيادة؟ لا، هو كانت هي مطالب شعبية خصوصا المنحة السياحية. السيد رئيس الجمهورية مر يعني تثمينها، إما أن تكون هناك منحة سياحية تحفظ كرامة الجزائري عندما يخرج إلى الخارج، كذلك بالنسبة منحة الطلبة داخليا، منحة الطلبة هنا في الداخل، وكذلك منحة الطلبة اللي يدرسون خارج حدودنا، وكذلك من
اليمين، حتى كذلك الحجاج الميامين اللي يعني مثلا باش يقوموا بالفرائض بكل أريحية. وما ننساوش انه قانون المالية هذا 2025 هو قانون سيكون قانون كبير جدا، تقريبا حيكون من اضخم قوانين المالية. ما ننساوش انه النفقات كبيرة حتكون على عاتق الدولة الجزائرية. نتكلم السيد رئيس الجمهورية على استحداث يعني اكثر من 450 الف منصب شغل، كذلك على تكلم على 2 مليون سكن. اذا يلزم أغلفة مالية كبيرة، حتكون هناك نفقات، حتكون هناك ربما استثمار عمومي في البنية التحتية. ما ننساوش استاذ عفاف انه الجزائر اليوم انا نتكلم على اكبر المشاريع المهيكلة للاقتصاد الوطني، مشروع قارج بيلات، سكك حديدية اللي حتكون من اكبر السكك الحديدية التي تمر في الصحراء، نتكلم السكك الحديدية اللي تربط قارج بيلات تندوف الى غاية بشار، نتكلم على كذلك مشروع الفوسفات المدمج في بلاد الحدبة، نتكلم على مشروع اميزور في بجاية للرصاص وكذلك الزنك، نتكلم كذلك على مشاريع اخرى مهيكلة للاقتصاد الوطني، وهذا ما يتطلب نفقات عمومية كبيرة جدا. اذا السيد رئيس الجمهورية يعني تكلم بلغة اقتصادية بحتة، وما ننساوش انه اليوم لدينا قانون مالية بعيد عن الأغلفة المالية مثل ما كان في الماضي، اليوم اصبحنا نتكلم على قانون مالية، قانون نتائج واهداف وبرامج، خصوصا بعد وعود السيد رئيس الجمهورية باستحداث ربما نتكلم على ولايات جديدة، نتكلم كذلك على بلديات جديدة، حتكون ترسانة من القوانين اللي حتكون في نهاية 2024-2025، وكذلك مثل ما تكلمنا أستاذ عفاف على استحداث وكالة جديدة هي بمثابة مخطط ومستشرف التوازنات الكبرى للدولة. في بعض القطاعات نوصل إلى شهر 10 أو شهر 11 ربما الأغلفة المالية تكون مازال ربما ما استهلكتش. إذن هذه الوكالة حيكون دورها استشرافي، دور مخطط، والدور أنه مع الرقمنة، لأنه سنة 2024 كذلك حتكون سنة لرقمنة كل القطاعات خصوصا القطاع المالية، قطاع الضرائب، قطاع الجمارك، المصارف، البنوك، كلها سوف ترقمن من أجل الوصول إلى نتائج وأهداف اللي رسمتها قانون المالية. إذن اليوم أصبحنا نتكلم على استثمار عمومي، نفقات عمومية، لكن بعوائد اللي تعود على التنمية الاقتصادية وعلى التنمية الاجتماعية في الجزائر التي تعيش يعني النهضة اقتصادية متكاملة الأركان. أستاذ موجود التفادة جيدة من خلال رفع هذه المنح يعني بتصورات ربما عميقة استجابة لانشغالات المواطنين والإحساس يعني بمعاناة البعض من خلال يعني رفع هذه المنح. أكيد يعني كما قال الأستاذ سليماني كانت هي مطالب اجتماعية سابقة ومطالب شعبية. استجاب السيد الرئيس هذه المطالب، يعني أسدى تعليمات لمجلس الوزراء حتى يكون حتى يدمج هذا البند في قرار مجلس الوزراء في مشروع المالية الجديد، وبالتالي يرفع يعني الغبن على المواطنين، على الطلبة وعلى المواطنين الذين يسافرون إلى الخارج. وبالتالي يعني هذه المنحة جاءت يعني استجابة لهذه المطالب الشعبية ولخدمة المواطن. يعني هذا المشروع المالي نقدر نقول أنه مشروع اجتماعي اقتصادي بالدرجة الأولى، يعني لبه ربما اقتصاديا لكنه يخدم الجانب الاجتماعي بشكل كبير جدا. يعني مشروع المالية ومشروع متوازن في الكثير من الجوانب، يعني حتى يعني ركز على القطاعات المهمة خاصة على الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي بالدرجة الثانية. يعني في الحقيقة الكل يخدم، يعني البعض يخدم الكل، لأنه نتكلم من الجانب الاقتصادي للجانب الاجتماعي، دائما ينعكس الجانب الاقتصادي على الجانب الاجتماعي. وبالتالي شفنا الطفرة التنموية التي حققتها الجزائر في السنوات الماضية، وشفنا الآن يعني حتى قانون المالية الجديد جاء ليركز يعني على هذه المشاريع الكبرى التي استهدفها السيد رئيس الجمهورية والتي سوف نرى يعني نتائجها المستقبلية ويعني منعكسات الإيجابية التي سوف تنعكس مباشرة سواء على الاقتصاد الجزائري سواء حتى تخدم حتى الجانب السياسي. وربما شفنا السيد رئيس الجمهورية كان تكلم في أحد اللقاءات لما قال حتى لما عندنا حرية القرار أو القوة في اتخاذ القرار حتى على المستوى الخارجي، ولما يكون عندنا اقتصاد قوي يعني هو اللي يخدم حتى القرارات السياسية، وبالتالي ما تصبحش الدولة دولة تابعة، بالعكس يعني تصبح الدولة سيدة في قراراتها، وكذلك يعني يكون فيه رأب للجبهة الداخلية وتقوية للجبهة الداخلية عن طريق هذا المشروع الذي سوف كما شفنا الأستاذ عبد القادر قد استفاض في ذكر الجانب الاقتصادي الذي سوف تكون له انعكاسات جد إيجابية. أستاذ لامين بالعملي
هو أعتقد أنه من بين مزايا هذه المنحة، نعم، وأتمنى أن تكون يعني منحة معتبرة حتى يمكننا أن نتحكم في السوق الموازية للمال. صحيح. لأنه إذا تحصل المواطن على الأموال من أجل السفر بطريقة شرعية وعن طريق القنوات الشرعية، هو بالضرورة سوف يقضي على السوق الموازية، على السوق الموازية التي أكلت ونخرت الاقتصاد الوطني، سواء فيما يخص منحة السفر أو منحة الحج. وبالتالي أتصور أن هذا الارتفاع الجنوني مثلا للعملة الصعبة في الأشهر الأخيرة، نعم، يعني الجميع يعلم سببه، وهو موسم العمرة والحج واستيراد السيارات إلى غير ذلك. وبالتالي كلما كان هناك تنظيم أكثر وقانون أكثر، أعتقد أن ذلك سوف يقضي على السوق الموازية ويسمح بتحكم أكبر في تنقل العملة الصعبة. لأنه في آخر المطاف إذا كان المواطن يقتني العملة الصعبة من الشارع أو من السوق الموازية، لا يمكن لأي حال من الأحوال للدولة أو لمصالحها أن تراقب حجم الأموال التي يمكن أن تهرب إلى الخارج. وبالتالي أعتقد أن هذه المنح هي وحدها من يمكنها أن يتحكم فيها. نعم. في الواجهة أيضا نتحدث في هذا العدد عن ثبات في المواقف وقوة وفعالية في الأداة الدبلوماسية الجزائرية. تحتفي بيومها الوطني، تصدح بالحق، تدافع عن الحق وعن المظلومين، وتحفظ السلم والأمن الدوليين. هكذا هي الدبلوماسية الجزائرية، تاريخ مشرف وحضور متميز. وحتى يعني كلمة الوزير، سيد الوزير أحمد عطاف، حملت الكثير من الرسائل. دكتور بومشروط، أكيد يعني الدبلوماسية الجزائرية في الحقيقة منذ الاستقلال كان لها يعني تاريخ مشرف على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، يعني خاصة في الدفاع على القضايا الحقة. يعني شفنا الجزائر دائما كانت سباقة في الدفاع على حقوق الشعوب المظلومة والمقهورة كالشعب الفلسطيني والشعب الصحراوي. الجزائر يعني منذ مطلع الستينيات يعني كانت قبلة للثوار، يعني داعمة للحركات التحررية سواء في إفريقيا سواء في آسيا سواء في أمريكا الجنوبية. وبالتالي الدبلوماسية الجزائرية لها باع طويل في الدفاع على هذه القضايا والقضايا العادلة. الجزائر كانت سباقة إلى النداء في السنوات السبعينات إلى يعني منتظم دولي عادل، يعني وإلى نظام اقتصادي دولي عادل، يعني نظام دولي كذلك ومؤسسات دولية عادلة. وبالتالي يعني شفنا حتى سيد رئيس الجمهورية كان تطرق في حواره الأخير على يعني تطرق مباشرة إلى مؤسسات الدولية وإلى مجلس الأمن، خاصة في خضم الأحداث التي تجري الآن في فلسطين المحتلة، يعني وآلة الدمار التي يقودها الكيان الصهيوني بدعم من القوى الغربية للأسف، والتي يعني في الحقيقة وقفت المؤسسات الدولية عاجزة أمام هذا التغول الوحشي للكيان الصهيوني. وبالتالي يعني الدبلوماسية الجزائرية في خضم كل هذه الأحداث شفنا كيف كانت الصوت الحق، نعم، والصوت العالي في مجلس الأمن التي تدافع وبقوة عن القضية الفلسطينية وعن الفلسطينيين المظلومين. شفنا وجعلتها يعني هذه القضية أولوية في الأولويات. قلنا في مناسبات سابقة أن الجزائر أصبحت تقود المقاومة الدبلوماسية وأصبحت الصوت القانوني للمقاومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، يعني لم تكل ولم تمل. يعني في كل مرة كانت الجزائر تقدم مشروع قرار تلو الآخر. يعني بالتالي الدبلوماسية الجزائرية يعني بشهادة العدو قبل الصديق، يعني أنها دبلوماسية قوية لم تنهزم ولم تكن يوما دبلوماسية وظيفية، بالعكس كانت دائما وفية لمبادئها، نعم، التي استنبطتها من الثورة التحريرية الكبرى. وبالتالي يعني أقل ما يقال عن الدبلوماسية الجزائرية خاصة في خضم هذه الأحداث وفي خضم يعني وفي وجود هذا العالم الظالم الذي يرى الظلم ويسكت عنه، يرى الدمار، يرى التقتيل، يرى الوحشية، يرى الخرق للمواثيق الدولية والقوانين الدولية وللسلم والأمن الدوليين وهو ساكت. يعني حتى المؤسسات الدولية أصبحت عاجزة، بقيت الجزائر الصوت العالي الذي يدافع عن المظلومين. يعني
الدبلوماسية في يومها هذا نثمنها حقيقة، خاصة في هذه السنوات الأخيرة شفنا أن الدبلوماسية الجزائرية عادت وعادت بقوة تحت قيادة السيد الرئيس. في الحقيقة يعني شهادة لله وللتاريخ، يعني هذه فيها لا محاباة ولا مواربة ولا مداهنة. السيد الرئيس كان قالها حتى على هذا الكيان الصهيوني لما قال يعني لو كل الدول العربية هذه طبعت ووقعت يعني على مؤتمر سلام وطبعت مع هذا الكيان فإن الجزائر لم تطبع، يعني أنه الجزائر دائما مع القضايا الحق، لا تطبع مع المحتل، لا تطبع مع الظالم أبدا يعني. وهذا بالتالي نثمن أن هذه الدبلوماسية جاءت يعني وفق إرادة سياسية حقيقية للسيد الرئيس وكذلك الجهاز الدبلوماسي الجزائري وللسلطات العليا في البلد. نعم. هو تصور أننا الجزائر يعني لها الحق بأن تحيي اليوم الوطني للدبلوماسية المصادف للثامن أكتوبر من كل سنة، لأن للجزائر رصيد كبير على الصعيد الدبلوماسي. لا ننسى أن الجزائر لديها رصيد حوالي 60 سنة من الوساطات الناجحة، حل الكثير من النزاعات الدولية، الكثير من الوساطات الناجحة، والأهم من ذلك أن الجزائر بقيت وفية لخطها الثابت على الصعيد الدبلوماسي. أعتقد أن المبادئ المؤسسة للأمم المتحدة هي نفسها المبادئ المؤسسة للدبلوماسية الجزائرية، والجزائر دائما ظلت تحتفظ بهذه المبادئ وتدافع عنها، وأعتقد أن هذا ما يبرر الاحترام الذي تحظى به الجزائر لدى كل الدول، لأنه في أخذ المطاف كل الدول تعلم بأن الجزائر لديها مواقف ثابتة، لديها أو ترتكز على مبادئ ثابتة، وبالتالي هي تلقى يعني جزاء ذلك كل الاحترام من كل الدول، والجزائر صوتها مسموع في كل دول العالم، خاصة وأن التاريخ أنصفها في العديد من المرات عندما قدمت محاذير فيما يخص العديد من النزاعات. الجزائر التي حذرت من التدخل العسكري والعدوان على ليبيا، نحن اليوم نرى النتائج التي أدى إليها ذلك العدوان سنة 2011، ولم يسمع إلى صوت الجزائر في ذلك الوقت، ولكن الذي حصل أن ذلك التدخل العسكري أدى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. الجزائر إلى حد اليوم تبقى دولة مصدرة للأمن والسلام في المنطقة، هي تؤمن بأن الحلول السلمية السياسية وحدها هي الحلول الناجحة والمستدامة، وليس اللجوء إلى القوة والعنف. الجزائر كانت دائما تطالب بعدالة دولية أكبر، وتطالب بضاوة إشراك كل الدول وخاصة القارة الإفريقية في اتخاذ القرار الدولي، على اعتبار أن لهذه القارة وزن كبير، وعلى اعتبار أن ما لديها أو ما يناقشه مجلس الأمن من مواضيع ومن نزاعات تخص القارة الإفريقية 90% منها تخص القارة الإفريقية، ولكن تبقى دائما القارة الإفريقية مبعدة. الجزائر اليوم ومن خلال انتخابها كعضو غير دائم في مجلس الأمن تخوض معركة دبلوماسية دفاعا عن المجموعة العربية وعن القارة الإفريقية وعن القضايا العادلة وخاصة القضايا الفلسطينية، ولا صوت الآن يعلو في أروقة الأمم المتحدة على صوت الجزائر فيما يخص ما يحصل من حرب إبادة في غزة، وما يخص من محاذير تحذر منها الجزائر من مخاوف حول توسع رقعة الحرب والنزاع في الشرق الأوسط بسبب هذا الكيان الصهيوني الذي بات يدوس على القانون الدولي بشكل فاضح، ودون أن يتحرك لا مجلس الأمن ولا الأمم المتحدة لوقف ولجم هذا العدوان وهذا التهور. أستاذ سليماني، كما تفضل الأستاذ الأمين العام للجزائر، تقود المعركة الدبلوماسية حفاظا أو دفاعا عن القضايا التحرر في العالم، ومواقفنا نابعة من الشرعية الدولية، من أيضا يعني مبادئنا، ونعمل وفق مبدأ الندية لا الاستغلال لا يعني الابتزاز. الجزائر سيدة لا تخضع لأي إملاءات، هذا هو الذي يجعل من الدبلوماسية الجزائرية فاعل إيجابي في كل الأزمات. نعم، مثلما تكرمت أستاذ عفاف، أنه اليوم أصبح لدى الدبلوماسية الجزائرية أدوار أخرى، وهي نتكلم هنا على الدبلوماسية الاقتصادية أو الدبلوماسية الناعمة. نعرف أن الجزائر رافعت ولا زالت ترافع من أجل نظام عالمي اقتصادي جديد. يعني شفنا أن الجزائر كانت دائما عضو فعال في حركة 77، في حركة جنوب، دائما الجزائر ترافع من أجل أن أساس السلم والأمن في إفريقيا هي التنمية الاقتصادية. لذلك الجزائر تريد دائما تتعامل مع الشركاء، يعني من الصين، من الدول الأوروبية، من الولايات المتحدة الأمريكية، أنه اليوم إفريقيا تريد الندية، تريد الاحترام، تريد أنه
ودائما تقول أنه أساس أننا أن نكون تكون لدينا أمن واستقرار في منطقة الإفريقية، تكون هناك تنمية اقتصادية، تكون هناك استثمارات مباشرة، تكون هناك رؤوس أموال والاستثمار في البنى التحتية، في السدود، في الأمن الغذائي، في الأمن الصحي، في الأمن الرقمي. يعني هذه هي الأدوار الجديدة للدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية، أو يسمى بالاستثمار الدبلوماسي لدى البعثات والسفارات الجزائرية. الجزائر صوتها عالي في الدفاع عن قضايا التحرر في العالم، كما قلنا تاريخيا الصحراء الغربية ليست مغربية بالحجج والأدلة التاريخية، تعرض اليوم في جلسات أو أروقة الأمم المتحدة دكتور أبو مجود حول تصفية الاستعمار هذا الأسبوع، تنسف مجددا هذه الأدلة التاريخية الدامغة السردية المغربية. العودة إلى هذا الطرح التاريخي بالأدلة والبراهين إلى أي مدى يذهب بهذه القضية إلى الأمام؟ يعني في الحقيقة كل الدول الكبرى تعي جيدا وتعرف جيدا أن الصحراء الغربية ليست أرض مغربية، يعني هذا الأمر واضح حتى في الوثائق الموجودة في سويسرا في محكمة العدل الدولية، كلها يعني تشي بما لا يدع مجال للشك أن هذه الأراضي ليست أراضي مغربية باعتراف المغاربة في حد ذاتهم. يعني كان أشار دكتور محمد دمير قبل أيام في حضوره في الأمم المتحدة لما قال أن المغرب لم يعترض منذ استقلاله سنة في 56 عن الأراضي التي منحت له، ولو كان فيها اعتراض كان يعني من أول وهلة منذ يعني حصوله على استقلال كان يعترض على أساس أنه أراضيه لم تكتمل، ما زالت أراضي أخرى مستعمرة، وبالتالي هو اكتفى بتلك الأراضي ووقع على الحدود الموجودة حاليا. لكن فيما بعد نعرف أن هذه الدولة أصلا هي وجدت كدولة وظيفية، يعني مملكة مراكش لما توسعت يعني هي أصلا توسعت بدافع وظيفي، والذي أسس هذه الدولة لما كان جنرال ليوطي الفرنسي الذي أسس هذه الدولة أسسها بهذا الدافع لتقوم بدور وظيفي في المنطقة. المغرب بدل أن يطالب بأراضيه التاريخية في سبتة والمينية وجزيرة ليلى وحتى الجزر الكناري، هو بقي يعني هو قام باستعمار أراضي الغير، يعني فيه حتى يعني حتى كان فيه مسؤول ليبي في احدى التدخلات على احدى القنوات الدوليه قال انه اتصل بانذاك بالملك المغربي ويعني وطلب منه ان يساعد الثوار الصحراويين في حربهم ضد اسبانيا، قال هذه الاراضي لا تعنينا بالقول الواحد، قال هذه الاراضي لا تعنينا ولا علاقه لنا بالصحراويين ولا بارضهم. يعني كيف تغيرت الامور يعني وقام باحتلال هذه الاراضي بمساعده غربية، لأن الأطراف الغربية متواطئة في حد ذاتها، حتى هذا مشروع الحل الثالث الذي يتكلم عنه المغرب وليس كما قال السيد رئيس الجمهورية ليس مشروعا مغربيا بل هو مشروعا فرنسيا، وهذا دليل آخر على أن هذا النظام أصبح نظام وظيفي، ما يقوم بما يطلب منه. الأراضي الصحراوية هي أراضي مستقلة تماما، هو يرفض حتى الاستفتاء، حتى المغاربة الآن الموجودين في الأراضي الصحراوية ورفض حتى أنهم يشاركوا في الاستفتاء، يعني خوفا من أنهم حتى هم يعني يقوموا يعني في الاستفتاء ينتخبوا لصالح الاستقلال. وبالتالي المغرب يعي جيدا، لذا يستعمل كل الأساليب المتسوية من رشاوى يقدمها لأعضاء في البرلمان الأوروبي، من شراء ذمم، من أساليب خسيسة يعني في الحقيقة، لكن هذه الأمور لا تنفي الحقيقة الساطعة أن الأراضي الصحراوية أو الصحراء الغربية هي دولة مستقلة عن هذا عن المغرب، وهذه الأراضي مستعمرة وليست أراضي تاريخية. هو سنة 1973 وهذه حقيقة تاريخية عندما تأسست البوليزاريو، قادة المؤسسين البوليزاريو التقوا مع الملك الحسن الثاني وطلبوا منه المساعدة، وكان جوابه كالآتي: لن أقاتل الإسبان من أجل حفنة رمال. سنة 1973 الملك الحسن الثاني في سنة 1975 طلب استشاري من محكمة العدل الدولية فيما يخص تبعية الأراضي الصحراوية للمغرب، ورأي الاستشاري للمحكمة الدولية كان واضحا بأنه ليست هناك أي روابط سيادية بين الصحراء الغربية وبين المغرب، ولكن بعد ذلك الجميع يعلم المسيرة المشؤومة التي أطلق عليها مسيرة القضاء، والتي لم تكن إلا حركة من أجل احتلال الأراضي الصحراوية.
مؤخرا القرار المحكمة الأوروبية قبل 4 أيام نعم. فقط قالت بأن أسقطت كل الاتفاقيات خاصة اتفاقية الصيد البحري والزراعة والاتفاقية الزراعية التي ترتبط بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وقالت بأن لا وجه قانوني لهذه الاتفاقيات. الآن القضية الصحراوية دائما في إطار الأمم المتحدة هذا الأسبوع تناقش في اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار، وبالتالي تبقى قضية صحراوية على مستوى الأمم المتحدة ويبقى ملفا على مستوى الأمم المتحدة، وكل الأصوات التي تأتي من هنا وهناك هي مجرد أصوات لتأخير عجلة استقلال الصحراوي الشعب الصحراوي لا أكثر ولا أقل، لأنه في آخر المطاف الشعب الصحراوي سيستقل لأنه هو صاحب الأرض. وكل هذه المناورات والغريب في الأمر حتى أنه حتى وزير خارجية النظام المغربي قال في إحدى الندوات الصحفية ردا على قرار المحكمة الأوروبية قال بأن القضية الصحراوية لا تناقش في محكمة إقليمية ولكن في الأمم المتحدة. إذا كانت القضية الصحراوية تناقش في الأمم المتحدة وهي منذ 1960 في اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار، لماذا يبحث المغرب عن تسكيات من دول أخرى ويحاول يعني حيازة الأرض عن طريق الحيل والتلاعب مثل إقامة المنافسات الاقتصادية أو فتح القنصليات في الأراضي المحتلة وغيرها من الأمور؟ لو كانت الأراضي الصحراوية أراضي مغربية لما عرض المغرب اقتسامها سنة 1975 وعرض اقتسامها حتى على الجزائر، الجزائر رفضت وقبلت موريتانيا ثم عادت على ذلك وأرجعت الأرض إلى أصحابها ولا عرض الاستفتاء يعني إجراء الاستفتاء. إلى حد الساعة هو يتهرب من الاستفتاء لأنه يدرك جيدا بأن الاستشارة الشعبية لن تكون في صالحه وإلا ما تأخر عن ذلك. وبالتالي هو الآن عندما عقد اتفاق وقف إطلاق النار وفق التسوية الإفريقية الأممية سنة 1991 ووقع النظام المغربي مع البوليزاريو اتفاق وقف إطلاق النار على أساس إطلاق عملية الاستفتاء من خلال المينوسو التي مهمته الأساسية هو تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره عبر آلية الاستفتاء، ولكن الجميع يعلم ماذا فعل المغرب من خلال إقحام بعض المغاربة في القوائم المصوتين إلى غير ذلك وكل المناورات التي قام بها من أجل إجهاض الاستثناء، وإلى يومنا هذا لا يزال المغرب يراوغ بنفس الطريقة الفجة من خلال البحث عن القفز على التاريخ واتهام الجزائر بأنها طرف في النزاع دائما يجعل من الجزائر الشماعة يعلق عليها كل هزائمه الدبلوماسية مع الشعب الصحراوي. أستاذ سليماني لا خصوصا في نقطة أنه المحكمة الدولية يعني هو قرار إحقاق للحق لأنه كان هناك انتهاك للسيادة تاع الصحراء الغربية على ثرواتها من الصيم يعني الثروات البحرية ثروات المنجمية. نعرفوا أنه الصحراء الغربية غنية جدا بمواد الفوسفات بالنحاس بالغاز، إذن النظام المغربي يريد انتهاك السيادة تاع الصحراء الغربية بتواطؤ مع الاتحاد الأوروبي. يعني شفنا دول من الاتحاد الأوروبي في يقدم رشاوى منذ 2019 يعني هما يقومون بتجارة مع النظام المغربي وانتهاك صارخ لسيادة الصحراء الغربية على يعني ثرواتها، ثروات الصيد البحري، ثروات منجمية، ثروات في الزراعة في الفلاحة. نعرفوا أن الصحراء الغربية يعني من أهم يعني البلدان اللي عندها ثروات يعني منجمية وفي الفوسفات والنحاس والحديد وكذلك الثروات البحرية. المحكمة الأوروبية يعني محكمة العدل الأوروبية أنصفت الشعب الصحراوي في معركتها القانونية كما تفضلت ضد نهب ثرواته من المحتل المغربي. المغرب اليوم الذي يواجه يعني احتجاجات متزايدة شعبية متزايدة ويضع أيضا نظام المخزن على فوهة بركان. في الحقيقة هو توجه نظام المخزن نحو الاحتفاظ بالأراضي الصحراوية ومحاولة يعني شرعنة استعماره لهذه الأراضي يترك يعني يصرف النظر على الأمور الداخلية وبشكل كبير جدا. شفنا المعاناة الاقتصادية للشعب المغربي والتي تمخضت عنها احتجاجات صارخة ضد في وجه هذا النظام، يعني هو دليل على أنه إفلاس هذا النظام على المستوى الداخلي. الآن هو يستعمل كل الحيل، يعتمد على
دول أخرى، يعني باع حتى القضية الفلسطينية والقضية القومية رقم واحد، القضية العربية رقم واحد، القضية الفلسطينية يعني القضية عادلة، باعها لأجل أن يقيم علاقات مع الكيان الصهيوني حتى يحتفظ باستمراريته، يحافظ على استمراريته ويحتفظ بالصحراء الغربية. قلنا لأنه في الحقيقة قضية الصحراء هي قضية يعني المتسبب فيها الأول هي الدول الغربية الداعمة لهذا الكيان المحتل، لأنه في الحقيقة الدول الغربية تملك زمام الأمور، تملك زمام المبادرة، تعي جيدا حتى أنه الأراضي الصحراوية كانت محتلة من إسبانيا، من طرف إسبانيا، شفنا الإسبان كيف تواطؤوا، وشفنا الفرنسيين كذلك كيف تواطؤوا، وشفنا الأمريكان في عهد ترامب كذلك كيف تواطؤوا، شفنا كيف يستغل هذا الكيان الصهيوني هذا المغرب بالكيان الصهيوني أو اللوبي اليهودي الموجود في الدول الغربية وفي الولايات المتحدة الأمريكية لشرعنة استعماره للأراضي الصحراوية. وكذلك يعني هذا كانت لديه تداعيات على داخلية، بالتالي لما يكون فيه يعني دولة تبذل جهود لتحتفظ بأراضي الغير ولتستعمر أراضي الغير وتحور البوصلة، يعني شفنا الفقر الشديد الموجود الداخل في المغرب، الفساد، الظروف الاقتصادية المزرية، يعني الشعب المغربي أصبح ينتفض ضد هذا النظام الفاسد، ضد حتى الاتفاقيات المبرمة مع الكيان الصهيوني. شفنا حتى الصهاينة الذين جاءوا للمغرب وأصبحوا يطالبون حتى بممتلكات للمغاربة في حد ذاته، وأخرج أكثر من مواطن مغربي من سكنه ومن ممتلكاته، وأعطيت هذه الممتلكات لصالح هذا الصهيوني الذي جاء من الكيان الصهيوني وعاد إلى المغرب لأخذ ممتلكاته. وبالتالي حتى الآن الموجود مليون إسرائيلي عنده جنسية مزدوجة مغربية إسرائيلية يحتفظ بالجنسية المغربية، يعني معظم الحكومة الصهيونية هي من أصول المغربية، وبالتالي هذا الأمر أصبح واضحا أمام العيان، أصبحت الآن الأمور مكشوفة. الآن هذا النظام أصبح في ورطة سياسية على المستوى الداخلي، كذلك ورطة على المستوى الخارجي. أستاذ أمين بالعمري، إلى أي مدى هذه الاحتجاجات الشعبية، نتحدث أيضا عن احتجاجات الطلبة رافضين للتعاون الأكاديمي مع الكيان الصهيوني، إلى أي مدى هذه الاحتجاجات تعري المغرب الذي الأولى به والأحرى به أن يحل مشاكله الداخلية عوض دس يعني المكائد الآخر؟ على كل، المغرب دائما يعني يحاول أن يجعل من الجزائر شماعة يعلق عليها كل مصائبه الداخلية وكل إخفاقاته وهزائمه والصعوبات الاقتصادية التي تعصف بالمغرب، خاصة يعني ارتفاع الديون بشكل صحيح. جنوني. يعني المغرب الآن يطالب أو يطلب من صندوق النقد الدولي يعني قرض بقيمة 5 مليار دولار أمريكي، في حين أن ثروة الملك محمد السادس هي 5.5 مليار دولار أمريكي. يعني من التناقضات التي يعيشها المغرب والتي تجعل من الشعب المغربي في حالة غليان. والآن يعني الرابطة المغربية لمناهضة التطبيع يعني بدأ يرتفع صوتها بعدما اكتشف المغرب أن كل ما تم تسويقه على أن اتفاق التطبيع مع المغرب من أجل قضية وطنية وقضية الصحراء الغربية وغيرها تبين في آخر المطاف بأنها مجرد أكاذيب. وأعتقد الآن أن حزب التنمية والعدالة في المغرب الذي لطخ يديه بالتطبيع بدفع من المؤسسة الملكية بدأ يعطي بعض الإشارات، خاصة ما صرح به بنكيران مؤخرا بأن التطبيع لم يعد له مبرر، وكأن التطبيع من قبل كان لديه مبرر. وبالتالي أعتقد أن الآن المغرب يغرق في أزمة متعددة الأبعاد، وأتصور أن المغرب مقبل على انفجار كبير اجتماعي كبير بسبب تراكم المشاكل، بسبب سياسات القمح، بسبب سياسات قمع الحريات. كل ذلك سيؤدي إن عاجلا أو آجلا إلى انفجار في المغرب، وليس هناك أي حلول يقدمها يعني النظام المغربي من أجل يعني تهدئة الجبهة الاجتماعية في المغرب بسبب حالة الإفلاس التي وصل عليها على جميع الأصعدة. وأعتقد أن الآن ما يقوم به من تلهية على في قضية الصحراء الغربية وتصوير بعض يعني المراوغات على أنها إنجازات دبلوماسية كبيرة على أساس ما يدعيه بأنه مصلحة وطنية وقضية وطنية وهي قضية الصحراء الغربية، أعتقد أن الشعب المغربي اليوم اكتشف حقيقة، وهي أن كل ما يسوق
من طرف ما يسوق هذا النظام الشعب المغربي هي مجرد وعود زائفة، مجرد أكاذيب لا تسمن ولا تغني من جوع، ولكن أعتقد أن الوعي لدى الشعب المغربي يزداد من يوم إلى يوم. سلمين سليماني، بالنسبة للمؤشرات، نعم. يعني عندما ننظر إلى المؤشرات الاقتصاد الكلي في المغرب كلها مؤشرات حمراء. يعني اليوم أصبح المغرب من أكبر الدول مديونية في إفريقيا، نتكلم على أكثر من 100 مليار دولار، منها تقريبا 70 مليار دولار مديونية خارجية. أتكلم الأستاذ أمين أنه طلب مؤخرا النظام المغربي بقروض من مختلف الهيئات المالية العالمية، إذن هذا يعطيك نظرة أنه حتى الحالة في النظام المغربي خصوصا في نسبة التضخم، نسبة التضخم وصل إلى أكثر من 15%. المواد الغذائية اليوم في المغرب لمن استطاع إليها سبيلا، البطالة وصلت إلى أكثر من 22% خصوصا لدى فئة الشباب، وهذا ما مثل ما تكلمنا أنه مؤشرات كلها في الحمراء، ويريد الهروب إلى الأمام. مرة يقول لا أنه الأنبوب الغاز النيجيري سوف يمر عبر المغرب، وهي من التراهات، يعني الاقتصادية والسياسية، لأنه الأنبوب نعرفه الأنبوب الغاز العابر للصحراء سوف يمر حتما عبر الجزائر لنجاعته الاقتصادية. والتاريخ والحظر والمستقبل سينصف القضية الصحراوية، وربما يعيد نظام المخزن إلى رشده. نتحدث أيضا في الواجهة في هذا العدد عن الشأن الفلسطيني. دكتور أبو مجروت، عام على طوفان الأقصى، عين على غزة وعين أخرى على لبنان، وحاصلة ثقيلة للكيان الصهيوني رغم الدمار والإبادة في مقابل استماتة من المقاومة الفلسطينية. إذا المقاومة مستمرة وبرهنتها على فعاليتها وجودها في الميدان، شفنا في الأيام الأخيرة حتى في تصريحات لكبار القادة الإسرائيليين الذين قالوا بالحرف الواحد أنه كأنه المقاومة الفلسطينية ما زالت في بدايتها الأولى، ما زالت بنفس الاستعدادية، ما زالت بنفس القوة، ما زالت بنفس العزيمة، ما زالت بنفس الأداء العسكري الفعال على الميدان، يعني بالإضافة إلى المقاومة اللبنانية التي هي الأخرى كبدت الكيان الصهيوني خسائر كبيرة وكبيرة جدا لم يعترف بها لحد الآن، ويعترف بالشيء القليل، وفيه تعليمات صارمة من نتنياهو لإخفاء يعني هذه والتعتيم على الخسائر الكبيرة التي يتكبدها الجيش الصهيوني في الجبهة اللبنانية. شفنا القصف المتواصل من طرف المقاومة اللبنانية، يعني آلة الدمار في الحقيقة ما يقوم به الجيش الصهيوني هو الانتقام من المواطنين العزل، يعني قتل الأبرياء، قتل الأطفال، قتل النساء، قتل الشيوخ، تدمير المنازل، تدمير البنى التحتية. يواصل كذلك استراتيجيته وسياسته في عملية تهجير الشعب الفلسطيني، أنه في الحقيقة ما يريد هذا الكيان الصهيوني وما تريده القوى الغربية الداعمة لهذا الكيان الصهيوني هو القضاء الكامل والتام على المقاومة، سواء المقاومة سواء في فلسطين، سواء في الدول المحيطة، سواء في لبنان. يعني بالتالي عملية استئصال جذوة المقاومة الأمة هي جارية، هو مشروع كبير، مشروع مشترك، مشروع غربي صهيوني. الصهاينة هم الأداة التي يقوم بها الغرب عن طريق هؤلاء الصهاينة بمحاولة القضاء على المقاومة والقضاء على واستئصال جذوة المقاومة من الأمة. نعم أستاذ لامين بالعمري، تداعيت كل هذا الخرق الصهيوني بتوسيع هذه الحرب ونتائجها الكارثية معروفة. على كل نتصور ان العالم احيا يوم 7 اكتوبر ذكرى السنويه الاولى لطوفان الاقصى، الحصيله ثقيله وثقيله جدا، اكثر من 44 الف شهيد من بينهم 16 الف طفل. هذا يؤكد الرغبه الاجراميه لهذا الكيان الذي يستهدف الاطفال، ربع الشهداء من الاطفال، ضعف ذلك حوالي أكثر من 90 ألف من الجرحى والمصابين. والآن الكيان الصهيوني بعدما تفرغ من غزة رغم أن المقاومة لا تزال تضرب هناك، يحاول توسيع علاقة الحرب من أجل التغطية على جرائم التي يرتكبها بشكل كبير. وبالتالي أعتقد أن هذا الكيان أصبح يشكل خطرا على الأمن والسلم الدوليين. وأعتقد الآن أن في كثير من العواصم الأوروبية وفي الولايات المتحدة الأمريكية تدعو هذا المجرم نتنياهو إلى ضرورة التراجع عن هذا التهور وهذا الاندفاع في البحث عن الحرب وفي محاولة توسيع واقعة الحرب. ولكن أتصور الآن أنه في البداية عندما بدأ طوفان الأقصى وعملية العملية الصهيونية التي أطلق عليها السيوف الحديدية في غزة،
يعني جاءت البوايج الحربية الأمريكية إلى المنطقة وهددت بالتدخل في حال تدخل أي طرف، ولكن الآن نفس الشيء يحصل، أنه عندما انتهى نتنياهو والكيان الصهيوني من غزة انتقل إلى لبنان بعدما أضعف المقاومة في 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 في, في غزة. وبالتالي أتصور أن هذا الكيان المجرم لن يتوقف عن جرائمه، ولكن أتصور أن السحر سوف ينقلب على السحر إن عاجل وآجل. وبدأت أصوات ترتفع من داخل الكيان الصهيوني تقول بأن نتنياهو أصبح خطرا على وجود الكيان الصهيوني أو ما يسمونه بين قوسين بإسرائيل في حد ذاته. طيب، من بين أيضا الأخبار التي عادت إلى الوجهة الإعلامية ضمن تبعات أكاذيب النائبة الفرنسية سارة نافو حول منح مساعدات مالية للجزائر، تتكشف دكتور موجود حقائق تاريخية ودلائل بالأرقام والأدلة تفضح هذه المزاعم وتكشف عن يعني دسائس من لوبيات مغرضة ضد الجزائر. ربما هذه الكذبة صدقتها هي فقط، يعني حتى الأطراف الفرنسية لم تصدق ذلك. متى فرنسا قدمت المساعدات والمنح إلى الجزائر أو لدول أخرى؟ معروف على فرنسا أنها تستنزف ولا تمنح، هي فرنسا دائما هي الطرف الذي يقوم باستنزاف مقدرات الشعوب ومقدرات المستعمرات السابقة في إفريقيا. وشفنا حتى الدبلوماسية الفرنسية هي دبلوماسية صفقات مبنية فقط على مبدأ رابح للطرف الفرنسي وخاسر للطرف الآخر المتعاون مع فرنسا. يعني تكشفت هذه الحقائق، شفنا الكثير من السياسيين الفرنسيين الذين ردوا على هذه النائبة يعني وعلى الأكاذيب والترهات التي طرحتها. في الحق هذه المساعدة تقدمها الأمم المتحدة لمجموعة من الدول في إطار مكافحة الإجراء غير الشرعية، يعني لا دخل لفرنسا لا من قريب ولا من بعيد. في الحق هذا فيه تعاون كذلك، هذا دليل على أنه فيه تعاون بين المخزن وبين الأطراف هذه المتطرفة التي تكن العداء منذ زمن للجزائر والتي لم تريد يوما الاستقلال الجزائر ولم تعترف لحد الآن، هي تسميها بحرب الجزائر وليس بالثورة الجزائرية، ولا تعترف حتى بالاستعمار الفرنسي. وبالتالي في الحقيقة هذا يعني يضاف إلى سجل فرنسا الأسود في الجزائر من جرائم، من استنزاف لمقدرات الشعب الجزائري، من سرقات لأموال الشعب الجزائري. وكذلك شفنا أنه فرنسا بدأت مؤخرا الهاجس الذي أصبح يقض مضجعها هي الاستثمارات، وفي الحقيقة ما كانت الامتيازات التي كانت تتمتع بها فرنسا هنا، والتي لما جاء الرئيس عبد المجيد تبون قطع وبتر، يعني بتر هذه يعني ما كانت تستفيد فيه فرنسا كما تسمى عند الاقتصاديين، وافقني الأستاذ عبد القادر، بفاكهة الاستثمارات. يعني كانت تأخذ قطع الخدمات التي كان يمنحها العصابة، كانت منحتها لفرنسا، تسيير سيار، تسيير مترو الجزائر، وبإطارات جزائرية وبأموال جزائرية، وفرنسا فقط تأخذ الأموال. جاء السيد عبد الرئيس، السيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعده. رئيس عبد المجيد تبون الذي قطع الحبل الذي كان يعني يمول فرنسا، أو حبل الوريد الذي كان يمول فرنسا يعني، وبالتالي أصبحت فرنسا تستشعر الخطر. لهذا كانت هذه التصريحات هي في سلسلة تصريحات سلبية تجاه الجزائر. أستاذ نبيل بالعمري، يعني مقال مفحم من اليومية الجزائرية لوسواغ دالجيري لتبيان الحقائق والأدلة لدحض هذه الادعاءات. صحيح الصحافة الجزائرية تكلمت على الموضوع، ولكن أعتقد أن هناك صوت عاقل في فرنسا وشهد شهيد من أهلها، يعني دومينيك دو فيلبان. نعم. تكلم على أن سوء تعاطي فرنسا مع الجزائر هو الذي أدى إلى هذه الأزمة الدبلوماسية الحاصلة بين الجزائر، وتكلم على هذه الأصوات الناعقة من اليمين المتطرف أو من أشباهه من الجمهوريين، لأن إيريك سيوتي كذلك رئيس الحزب الجمهوري تكلم كذلك على الجزائر وقال إذا أردتم استرجاع الأرشيف استرجعوا معها كل شيء، المنحرفين والسراق، وكما قال من أشياء يعني منافية للأخلاق. ولكن أعتقد أن هناك دائما في فرنسا صوت العقل، هناك صوت راسين دومينيك دو فيلبان، يعني تبعته أمس في أحد القنوات الفرنسية، تكلم على الجزائر وقال بأنها دولة صديقة ودولة شقيقة ودولة كبرى في المنطقة، وقال بأن على فرنسا أن تتوقف على تعليق مشاكلها الداخلية الاقتصادية والاجتماعية على شماعة الجزائر. وبالتالي أتصور الآن أن هؤلاء العنصريين من اليمين المتطرف عندما نتكلم على خنافو، هذه التي ألقى بها إيريك زمور من طالبة في الجامعة في فرنسا في العلوم السياسية إلى القيادة الحزبية ثم إلى نائبة أوروبية، يعني حرقت كل المراحل في الحزب لتصل إلى نائبة، لأنها فقط تتفق مع هذا العنصري إيريك زمور المعروف بعداوته لكل ليس ما هو جزائري فقط، ولكن لكل ما هو إنساني ولكل ما هو أجنبي. وبالتالي أعتقد أن الصحيفة الجزائرية التي تكلمت على هذا الموضوع بموضوعية عرت عقد هذه النائبة الأوروبية المدعوة خنافو، وقالت لها يعني احتفظي بالباقي يعني. من الأحداث أيضا الدولية هذا الأسبوع، الأستاذ سليماني السيد قيس سعيد رئيسا مجددا للشعب التونسي لعهدة ثانية. أولا نبارك للسيد الرئيس قيس سعيد على العهدة الثانية في مسيرة النهضة التنموية للجارة الأخت تونس. نعرف أن اليوم هناك علاقات تاريخية، علاقات جد ممتازة بين الجزائر وتونس، والمستقبل سوف يكون أفضل خصوصا مع العلاقات الاقتصادية والتجارية. اليوم العلاقات وصلت إلى تقريبا 1.2 مليار دولار يعني التجارة بين الجزائر وتونس. هناك حتى حديث عن منطقة حرة بين الجزائر وتونس، كان هناك حضور لولاد جزائريين مع ولاد من تونس من أجل يعني تكون هناك تنمية على الشريط الحدودي بين الجزائر وتونس. إذا إن شاء الله تكون هناك تنمية مستدامة للجارة تونس مع الجزائر إن شاء الله. في الحقيقة نهنئ السيد الرئيس قيس سعيد بفوزه بالانتخابات، وهذا دليل على أنه الشعب التونسي يثق فيها في السيد الرئيس قيس سعيد، والذي قاد كذلك هو مشروع محاربة الفساد في تونس وتنمية تونس وإعادة تونس إلى السكة الحقيقية، ولهذا يعني استحق بجدارة هذا الفوز. نتمنى له إن شاء الله يعني عهدة ثانية مليئة إن شاء الله
تكون تونس ترتقي إن شاء الله من درجة إلى أخرى وزيد كذلك التعاون والترابط بين الجزائر وتونس. أعتقد أن هذا الانتخاب هو اختيار سيد للشعب التونسي الذي يبدو أنه اختار الاستقرار، وأعتقد أن هذه الانتخاب لرئيس قيس سعيد لعدة ثانية أعتقد أنه يبقى شأن تونسي راجع للشعب التونسي الذي اختار رئيسه بكل سيادة، وهنئا للرئيس وللشعب التونسي بذلك. شكرا جزيلا لكم على إثراء هذا النقاش الدكتور مولاي بومجوت أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الأستاذ عبد القادر سليماني الخبير والمحلل الاقتصادي، والأستاذ لمين بالعمري الإعلامي والمحلل السياسي على الحضور الكريم والاستفاضة. مشاهدينا الأفاضل وصلنا إلى ختام عدد اليوم من برنامج في الواجهة. الأسبوع القادم أحداث جديدة تتصدر واجهة الأخبار، ابقوا أوفياء لشاشة الإخبارية الجزائرية. إلى اللقاء.